أستاذي بويما رفيقكم نحو النجاح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ خالد. اليوم غادي نخدمو على تمارين اللي كتخص درس النهايات والاتصال ليميتي كونتينيتي. غادي نطرقوا لمجموعة من التمارين، كل تمرين غادي نخدمو فيه خاصية مهمة في الدرس واللي في أغلب الأوقات كتحط في امتحانات الوطنية على بركة الله. التمرين الأول غادي يكون تذكير الخاصيات النهايات اللي درسناها في السنة الماضية. قبل ما نبدأ في التمرين ممكن تطلعوا على السلسلة اللي غادي نخدمو في صندوق الوصف. التمرين الأول: ليميت تاع x تنفر 0 غاسين 1 بلس x موان غاسين 1 موان x سور x. هادي كنديرو أول حاجة كنقومو بالتعويض. دونك فاش كنعوضو x بصفر غتعطيني 1 ناقص 1 مقسومة على 0 اللي كتساوي 0 على 0. هذا شكل غير محدد. دونك بهذه الطريقة تاع التعويض ما خدماتش للصالح ديالي، خصني ندير طريقة أخرى. عندي فاش كيكون عندي الجذر ومعه الناقص دائما خصني نفكر في المرافق. دونك اشنو خصني ندير؟ جذر 1 زائد x ناقص جذر 1 ناقص x خصني نضربو في المرافق ديالو. شنو هو المرافق تاعو؟ هو نفس العدد غير بلاصة ناقص غادي نديرو زائد. وباش ما تغيرش القيمة تاع الدالة ديالنا خصنا نخليو نفس العدد اللي ضربنا فيه، خصنا نضربو فيه الفوق والتحت في البسط وفي المقام. فوالا. دونك دابا فاش كنضربو في المرافق، المرافق الخاصية ديالو كتقول لنا بأن أ ناقص بي مضروبة أ زائد بي كتساوي أ أو كاري زائد بي أو كاري. دونك حنا ضربنا في المرافق باش نلقاو هاد أ أو كاري، عفوا ناقص بي أو كاري. دونك هنا غتعطيني جذر 1 زائد x او كاري ناقص جذر 1 ناقص x او كاري، كلشي مقسوم على x جذر 1 زائد x زائد جذر 1 ناقص x. انا نسيت خصني ندير ليميت تاع x تنفر 0 اللي كتساوي ليميت تاع x تنفر 0. شحال كيعطينا هذا؟ كيعطينا هو 1 زائد x ناقص 1 ناقص x شي مقسوم على جذر 1 زائد x زائد جذر 1 ناقص x اللي كيساوي ليميت تاع x تنفر 0 تاع جوج x مقسومة على x عامل جذر 1 زائد x زائد جذر 1 ناقص x. هنا كنختزلو بx مع x كيبقى لينا ليميت تاع x تنفر 0 تاع جوج مقسومة على جذر 1 زائد x زائد جذر 1 ناقص x. دابا غنقومو بالتعويض. شحال يعطينا؟ يعطينا جوج الى عوضنا x بصفر تعطينا 1 الى عوضنا x بصفر تعطينا 1، هي جوج مقسومة على 1 زائد 1 اللي هي جوج، جوج على جوج كتعطينا 1. احنا سالينا النهاية الأولى، غندوزو دابا للنهاية الثانية. النهاية الثانية عندنا هي الليميت تاع x تنفر بلس لانفيني تاع غاسين x زائد غاسين x زائد غاسين x ناقص غاسين x. هادي عاوتاني نفس الحاجة، خصنا نفكرو في المرافق. علاش غادي نفكرو في المرافق؟ حيت غادي تعطينا عاوتاني شكل غير محدد اللي هو هادي كاملة غتمشي بلس لانفيني وهادي موان لانفيني، هذا شكل غير محدد. دونك ليميت تاع x تنفر بلس لانفيني اللي ضربناها في المرافق اش غادي طرا؟ غادي تكون هي جذر x زائد جذر x زائد جذر x ناقص جذر x. شنو هو المرافق ديالها؟ قلنا هي نيت غير بلاصة ناقص غنديرو زائد. ولاني خصنا نقسمو عليه باش ما تغيرش القيمة تاع الدالة ديالنا، حيت أغلب الناس كيضربو في المرافق كينساو ما يقسمو عليه. دابا خصنا نديرو النشر، نشرو هاد القيمة اللي كاينة الفوق. فاش كنشروها اش كنحصلو؟ ليميت تاع x تنفر بلس لانفيني غنحصلو على هاد العدد اللي هو x زائد جذر x زائد جذر x ناقص x.
دونك غيمشي هذا مع هذا بعدا قبل ما نبداو الحساب. هاد القيمة عاوتاني اش كتساوي؟ كتساوي الليميت تا اكس تانفير بلس لانفيني تا غاسين اكس زائد غاسين اكس مقسومة على غاسين اكس زائد غاسين زائد غاسين اكس بحال هكا. هادشي اللي غيخرج لينا دابا الا درنا هنا في هاد الحالة التعويض اش غيطرا؟ غتعطيني بلس لانفيني على بلس لانفيني، دونك غنطيح في شكل غير محدد اخر. وهذا ديما فاش كيكون عندي بلس لانفيني على بلس لانفيني كنفكر في التعميل. علاش؟ باش كنحيد لانفيني مع لانفيني، دونك او غنديرو التعميل، غنعملو بجذر اكس. الى عملنا هنا بجذر اكس اش غتعطيني؟ غتعطيني جذر واحد زائد واحد على جذر اكس الفوق. في تحت اش غادي تعطيني؟ غتعطيني جذر اكس عامل جذر واحد زائد جذر اكس زائد جذر اكس مقسومة على اكس زائد واحد. دابا غنديرو التعويض، غنمشي هذا مع هذا هو الاول، غنديرو التعويض. الى عوضنا هنا بلس لانفيني هذا غيعطيني زيرو وهذا غيعطيني زيرو، غيبقى لي واحد مقسومة على واحد زائد واحد، تساوي واحد مقسومة على واحد زائد واحد اللي هي واحد على جوج. النهاية الثالثة هي الليميت تاع اكس تنفير الفا تاع اكس اس ان بلس ان ناقص الفا اس ان بلس ان على اكس اس ان ناقص الفا اس ان. هنا قبل ما نبداو عندنا واحد الخاصية معروفة اللي هي ا اس ان ناقص بي اس ان. هذه هي ا ناقص بي عامل A أس N موانزا زائد A أس N موان دو فوا B زائد وكتبقى غادي تكتوصل ل A فوا B أس N موان دو زائد B أس N موانزا. أغلبية التلاميذ ما كيقدوش يحفظوا هذه، وأن هي راه سهلة. علاش؟ حيت هي متطابقة هامة. أشنو كيطرى هنايا؟ هنا فاش تشوف A أس K ناقص بي اس كا اش كدير؟ دائما كدير هي ا ناقص بي عامل اش كتجي؟ كتجي هنا كدير ا بي زائد ا بي زائد وكتبقى غادي وكتطل هنا وكدير زائد ا بي. هنا واحد كتعطيه صفر واحد كتعطيه اخر قيمه. مثلا نفترضوا انا عطيت ال ا نقولوا هو اخر قيمه، اشنو هي كا ناقص واحد، و بي نعطيه صفر، في الحالة الثانية نعطيه واحد، في الحالة الثالثة نعطيه جوج، وغنبقى غادي حتى لآخر قيمة. أشنا هي آخر قيمة؟ هي كا ناقص واحد. والعكس كيطرى للآخر، هذا كنا كنزيدو، شوف كان زيرو واحد جوج ثلاثة حتى لكا أوس إن موانزا. أ راه غيكون هو كا أوس إن موانزا غادي وكينقص هنا، غيكون كا أوس إن كا موان دو حتى يوصل لكا ناقص كا اللي يعطيني صفر، اللي هي هاد الكتابة. راه هنا راه كاينة ما كتبانش ليكم، كاينة بي أس صفر اللي هي واحد، وهنا بي أس واحد، وهنا كاينة أ أس واحد، وهنا كاينة أ أس صفر، متفقين؟ دابا ملي عرفنا هاد الخاصية يمكن لينا نجاوبو على هاد الكيستيون. دونك غنديرو هكا، نسحب هاد الخاصية. نجيو هنا هاد النهاية اش كتساوي؟ هي الليميت تاع اكس تنفيغ الفا تاع اكس اس ان بلس ان ناقص الفا اس ان بلس ان. اش غندير انا هنا؟ غنضرب في اكس موان الفا وغنقسم عليه. ملي قسمت دابا هذا على هذا اش غيعطيني؟ على حسب الخاصية اللي كتبنا ديك الساعة غيعطيني هو اكس اس ان زائد اكس اس ان موان زان فوا الفا زائد نبقاو غاديين تلاش عفوا تل الفا اس ان. ونفس الحاجة عاود تاني هنايا،
غادي تكون سومه على اكس اس ان موانز 1 زائد اكس اس ان موان 2 فوا الفا زائد ونبقاو غاديين تلاش تال الفا اس ان موانز 1. مزيان، دابا غنديرو التعويض. غتعطيني في الاخر هي الفا اس ان زائد الفا اس ان زائد الفا اس ان مقسومة على الفا اس ان موانز 1 زائد الفا اس ان موانز 1 زائد حتى الفا اس ان موانز 1. دابا السؤال اللي يتطرح، شحال مرة تعاودت هنا الفا اس ان وشحال مرة تعاودت هنا الفا اس ان موانز 1 باش نعرفو؟ سهلة، نجيو هنا شحال كان عندي هنا الفا في الاول، كان عندي الفا اس صفر، دونك اس صفر هي واحد المرة، اس واحد واحد المرة، دونك هنا واحد غتولي جوج، اس ثلاثة اربعة، دونك اس ان شحال مرة تعاودت، تعاودت ان بلس ان فوا، دونك غنديرو ان بلس ان مضروبة في الفا اس ان اللي هي عدد الحدود. وهنايا نفس الطريقة غنحصلو هي ان على الفا اس ان موانز 1 اللي كتساوي ان بلس ان مقسومة على ان الفا اس ان مقسومة على الفا اس ان موانز 1 عفوا، غتعطيني ان بلس ان مقسومة على ان كلشي مضروب في الفا. دونك هذا هو الجواب تاع النهاية الثالثة. دابا غادي نقومو بدراسة هاد حساب هاد النهاية اللي هي ليميت تاع اكس تنفيغ الفا بلس غاسين اكس موان غاسين الفا موان غاسين اكس موان الفا لو تو ديفيزي على غاسين اكس او كاري موان الفا او كاري. دونك هادي هي ليميت تاع اكس تنفيغ الفا بلس. اول حاجة غنديرو التعويض، الا عوضنا هنا بالفا غتعطيني صفر ناقص صفر مقسوم على صفر اللي غتعطيني في الاخر صفر على صفر شكل غير محدد. دونك خصنا نديرو حاجة اخرى باش نلقاو الجواب. اش غنديرو؟ غنشدو هذا، دونك غادي نشدو هذا العدد جذر، هذه هي اكس ناقص الفا مضروبه في اكس زائد الفا، جذر اكس ناقص جذر الفا ناقص جذر اكس ناقص الفا واش كتساوي؟ هي عفوا هي الليميت تاع اكس تنفيغ الفا بلس تاع غاسين x موان الفا مضروبة في غاسين x بلس الفا ناقص هنا واحد غاسين x موان الفا وهنا غاسين x ناقص غاسين الفا. مزيان، هذا راه كاين هنا ياك. غادي نديرو الليميت تاع x تنفيغ الفا بلس تاع غاسين x موان غاسين الفا ديفيزي على غاسين x موان الفا ناقص واحد لو تو ديفيزي على غاسين اكس موان الفا بلس الفا عفوا. هنا غادي نكملو، غنديرو المرافق تاع هذا، غيعطيني ليميت تاع اكس تنفيغ الفا بلس تاع غاسين اكس ناقص غاسين الفا مضروب في غاسين اكس زائد غاسين الفا مقسوم على غاسين اكس زائد غاسين الفا مضروب في غاسين x ناقص الفا ناقص واحد كلشي ديفيزي على غاسين x زائد الفا اللي كيساوي ليميت تاع x تنفيغ الفا بلس تاع غاسين عفوا تاع x موان الفا مقسومة على غاسين x بلس غاسين الفا فوا غاسين x موان الفا ناقص واحد لتو ديفيزي على غاسين x بلس الفا. هنايا غادي تساوي، دونك هنايا غادي نديرو ليميت تاع x تنفيغ الفا بلس. هنايا هاد العدد ها هو، هذا هو جذر x ناقص الفا مضروبه في جذر x ناقص الفا مقسوم على جذر x ناقص الفا مضروبه في جذر x زائد جذر الفا ناقص واحد كلشي مقسوم على جذر
x زائد الفا. دونك اش غيطرى هنا؟ هذا غيمشي مع هذا مزيان، اللي كتساوي الليميت تاع x طون فيغ الفا بلس ليميت تاع x طون فيغ الفا بلس تاع شتا غاسين x موان الفا مقسومة على غاسين x بلس غاسين الفا ناقص واحد لو تو ديفيزي على غاسين x بلس الفا. في هذه الحالة غنديرو التعويض، نشوفو واش غيطرى عندنا. إلا عوضنا x بألفا واش غيطرى هنا؟ غتكون ألفا ناقص ألفا، دونك هذا غيعطيني صفر، غيبقى ليا ناقص واحد مقسوم على إيش؟ على جذر تاع جوج ألفا. دونك حنا لقينا الجواب. غندوزو دابا ليميت الموالية، دونك غادي ندوزو للنهاية الموالية. باش نحسبو هادي كيما قلنا، فاش كيكون عندي الجذر مع الناقص، أول حاجة غنديرو هي المرافق. قبل ما كدير المرافق ديما كدير التعويض، فاش غنديرو التعويض غنلقاو شكل غير محدد اللي هو صفر على صفر. دونك فاش غنضربو في المرافق اش غيعطيني هاد العدد؟ غيعطيني واحد زائد إكس أس إم ناقص واحد زائد إكس أس إم. إكس أس إن مضروبة في جذر واحد زائد إكس أس إم زائد جذر واحد، عفوا هنايا خصني ندير ناقص ناقص إكس أس إم. مزيان، اللي كيساوي ليميت تاع إكس طون فيغ زيرو تاع جوج إكس أس إم ناقص n مقسومة على غاسين تاع واحد زائد إكس أس إم زائد غاسين تاع واحد ناقص إكس أس إم. هنايا عندي جوج دوال، عندي الدالة الأولى ليميت تاع إكس طون فيغ زيرو تاع إكس أس إم ناقص n مضروبة في ليميت تاع إكس طون فيغ زيرو تاع جوج مقسومة على جذر واحد زائد إكس أس إم زائد جذر واحد ناقص إكس أس إم. هادي هاد لا ليميت هادي شحال كتساوي؟ إلا درنا التعويض كتعطيني واحد. هاد لا ليميت هادي على حسب ليكا تاع إم و إن، دونك غنجيو دابا سي إم إيكالا إن شحال غتعطيني؟ غتعطيني واحد. دونك الدالة كاملة فين غتمشي نسميو هاد الدالة، هادي غنسميو هاد الدالة إف لي إكس. دونك الا كان ام ليميت تاع اكس طون فيغ زيرو تاع اف لي اكس فين غيمشي؟ غيمشي فيغ ان. دابا سي ام سوبيريور ان، الا كان ام كبر من ان غادي تعطيني اكس اس خمسة اكس اس ستة شي عدد. دونك ليميت تاع اكس طون فيغ زيرو تاع اكس اس ام ناقص ان غيكون كيساوي صفر، سكي امبليك لان الليميت تاع اكس طون فيغ زيرو تاع اف تاع اكس غيكون هو صفر، حيت صفر مضروبه في واحد. مزيان، دابا غندوزو للكا الثالث سي ام انفيريور ان. الا كانت ام انفيريور ان عندنا اكس اس ام و ان كيساوي واحد مقسوم على إكس أس إن ناقص إم اللي كيساوي واحد أس إكس، واحد مقسوم على إكس أس كا بحيث كا كيساوي إن ناقص إم. دابا إلا جينا نحسبو الليميت تاع إكس طون فيغ زيرو تاع واحد على إكس أس كا نورمال غادي تعطيني لانفيني، ولكن غيبقى المشكل واش بلس لانفيني ولا موان لانفيني. في الحالة تاع كا كيساوي دو بي، بمعنى كا اي بير، هادي غتعطيني ديما بلس لانفيني، بمعنى الليميت سي كا اي بير ليميت تاع اكس طون فيغ زيرو تاع اف تاع اكس غيكون شنو هو؟ غيكون هو بلس لانفيني. علاش؟ حيت غيكون عندي بلس لانفيني نضربها في واحد. من بعد سي كا امبير،
في كا امبير غادي تكون عندي فاش كيكون ليميت تاع اكس طونفير 0 بلس تاع 1 سور اكس وسكا غادي تكون يا بلس لانفيني دونك ليميت تاع اكس طونفير 0 بلس تاع اف تاع اكس شحال غيكون في هذه الحاله بلس لانفيني ولكن غيكون عندنا واحد البروبليم اللي هو ليميت تاع اكس طونفير 0 موان تاع 1 سور اكس وسكا شحال كيكون غيكون هو موان لانفيني ce qui implique que la limite de x tend vers 0 moins de f de x est moins l'infini. Ou comme nous savons, dans le calcul de la fin, ce qui est la limite à la droite et la limite à la droite, ça veut dire que la dalle ne تقبل النهاية. بمعنى هنا هاد الدالة في الحالة تاع m اصغر من n و n moins m امبير ما غاديش يكون عندي نهاية. ندوزو دابا لإكزيرسيس لاخر غادي نحسبو النهاية تاع هاد الدالة أول حاجة غنديرو التعويض إلا عوضنا غتعطيني صفر مقسومة على واحد ناقص واحد اللي كتساوي صفر على صفر شكل غير محدد دونك أول حاجة غادي نفكرو فيها هي المرافق كيما قلنا ديما ليميت تاع إكس طونفير زيرو تا اكس هنا ما يمكنش لي ندير المرافق لاكس ولكن يمكن لي ندير المرافق لهذه اللي لتحت اللي هي 1 زائد اكس وكاري ناقص جذر 1 زائد اكس شنو هو المرافق تاعها قلنا غادي نقلبو غير الاشاره 1 زائد اكس وكاري زائد جذر 1 زائد اكس ولكن كما اتفقنا كنضربوه في الفوق والتحت بمعنى هاد العباره خص تبان عندي في الفوق وفي التحت في الوسط وفي المقام زائد جذر 1 زائد اكس فوالا هنايا شحال كتساوي كتساوي ليميت تاع اكس طونفير 0 عفوا ليميت تاع اكس طونفير 0 تاع اكس عامل جذر 1 زائد اكس او كاري زائد جذر 1 زائد اكس مقسومه على 1 زائد اكس وكاري ناقص 1 ناقص اكس نمشي 1 مع 1 كتعطيني الليميت تاع اكس طونفير 0 تاع اكس عامل جذر 1 زائد اكس وكاري زائد جذر 1 زائد اكس مقسومه على اكس عامل الاكس ناقص 1 غيمشي اكس مع اكس دابا نحاولوا نديروا التعويض ونشوفوا واش يعطينا بعدا قبل ما نكملوا الى عوضنا اكس بصفر غتعطيني 1 في هذه العباره هنا تعطيني 1 بمعنى الفوق تعطيني فيه 2 ولا عوضنا هنا اكس بصفر تعطيني ناقص 1 بمعنى تعطيني 2 مقسومه على ناقص 1 اللي كتساوي ناقص 2 غندوزو التمرين اللي تابعو اللي هي ليميت تاع اكس طونفير بلس لانفيني تاع اكس مقسومه على جذر 1 زائد اكس وكاري ناقص جذر 1 ناقص اكس عفوا هادي كنديرو ليها عاوتاني التعويض اش غتعطيني الا درنا التعويض غتعطيني بلس لانفيني مقسومه على بلس لانفيني موان لانفيني كاين عندي بعدا شكل غير محدد لتحت ولا كاع حنا كاع نفترضوا بان عطاني لانفيني غتكون لانفيني على لانفيني بشكل غير محدد بمعنى غيخصنا عاوتاني نلقاو شي حل لهذا الحل الاغلبيه دابا ما يمكنش نفكروا غير في المرافق ملي كيكون عندي لانفيني هنا اغلبيه الوقت خصني فاش نفكر في التعميل قبل ما نفكر في المرافق دونك الى عملنا واش غيخرج لي انا غنخرجوه باكس نديرو هكا اكس وكاري عامل الواحد زائد واحد على اكس وكاري مزيان ناقص نعملو عاوتاني هنا باكس وكاري شحال تعطيني تعطيني هي واحد ناقص على اكس وكاري ناقص واحد على اكس مزيان هنا اكس فاش يخرج هنا بما ان يخرج لنا بالقيمة المطلقة تاع اكس جذر 1 زائد 1 على اكس وكاري ناقص جذر 1 على اكس وكاري ناقص 1 على اكس
والفوق غتبقى فيه اكس ليميت تاع اكس طونفير بلس لانفيني. بما ان هذا كاين في بلس لانفيني القيمه المطلقه غتولي هي اكس. مزيان دونك غيمشي هذا مع هذا غتعطيني ليميت تاع اكس طونفير بلس لانفيني تاع واحد مقسوم على جذر واحد زائد واحد على اكس كاري ناقص جذر واحد على اكس كاري ناقص واحد على اكس. دابا غنديرو التعويض. هذا غيمشي صفر هذا صفر هذا صفر اللي تعطيني واحد على واحد اللي كتساوي واحد. دونك هنايا تطرقنا لمجموعة تاع التمارين اللي كيلخصو لينا نهايات درس النهايات. وقبل ما تنساو كليكيو على جيم وتابوناو في لاشين وما تنساوش كليكيو على الجرس باش يوصلكم كل جديد.